هي دي بقى الاوضه اللي انا هنام فيها؟ ما تختاري لك اي اوضه يا اختي، يعني هي هتفرق؟ لا دي الاوضه بقى بتاعتي يا حبيبتي، دي اللي انا هنام فيها. اشمعنى يا اختي؟ عشان انا اخترتها بقيتي هتنامي فيها؟ وبعدها لكم بقى، قبل سرور مشيت وما فيش هنا غيرنا، يعني لو مسكتوا ببعض عليا النعمه، ادخل انام واسيبكم تقطعوا بعض. ما تشافي يا بجر في شكل ازاي؟ سيبيها يا اختي، ولما تيجي قبل سرور بيشتكي لها. تشتكيني؟ انت معايا ولا مع البت دي؟ وبعدين مين اللي يشتكيني يا حبيبتي لقبل سرور؟ هو انا سجنانك على الصبح يا اختي ولا لا ايه؟ بقول لك ايه، انت كل اللي انا قلته اتصفوا يا حبيبتي وتصلحوا. لا يا حبيبتي منك ليها، ده انا عندي بيت اتوى فيه اخر الليل، سايبه لكم بقى المخروبه دي. يا ريت يا اختي تمشي وما توريناش صحنتك الكريمه دي تاني. صحنتي الكريمه ولا صحنتك المالحه؟ انا مالحه والله العظيم لا ربيك. طب تعالي بس في ايه عليا نعمل، اقول لها قبل سرور لما تيجي. وبعدين انت عارفه بقى يا زوكا، لما قبل سرور تعرف ان واحده مننا اتعورت ولا حصل في جسمها حاجه هتعمل ايه؟ حسابك معايا بعدين يا اختي. ماشي، مش بطلك دلوقتي. امشي غوري يا كو، 60 نيله هتشيلكوا منك ليها. سعيده يا ابله سرور. ابله انت خليتي فيها؟ ابله كنت فين يا بنت بقالك يومين؟ ما انت عارفه كنت فين، كنت مع الناس بتوع حسام بيه. ده كان اول امبارح يا حلوه، كنت فين امبارح والنهارده؟ كنت مريحه شويه. فيها حاجه دي؟ في حضن مين يا قطه؟ اخرسي يا بنت اجيب وشك شوارع. اتكلمي على قدك يا حلوه، لا ما تضربوا بعض احسن قدامي. يا ابله ما انت شايفه قله الادب اللي بتكلمني بيها. انت مكشاه الاول، اخرسي. انطقي يا بنت، كنت فين؟ ما قلت لك كنت فين، كنت بريح. ولا هو حرام يعني؟ حرمت عليك عيشتك، ده انت عايزه تتلطشي بقى. اتلطش؟ طب وريني كده بقى يا سرور، هتلطشيني وتمدي ايدك عليا ازاي؟ سرور؟ بتقولي لي سرور حاف كده؟ لا، احط لك عليها ملح وفلفل وكاتشب. لا ده انت عايزه تتأدبي. فخده انت يا زفت يا فخده. اوامرك يا سرور. قلعي البت دي مالت واديها لي علقه موت. وحياه النبي اللي هيقرب مني هشقه نصين، انتوا فاهمين ولا لا؟ ما تجوش غير بالعين الحمراء، انا هفرجك يا سرور انت وشويه الحوش اللي معاكي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا سرور؟ فتحت المطوة عليكي؟ اخس اخس، اللهم اخزيك يا شيطان. هو الشيطان ابن الكلب ده اللي دخل بينكم؟ معلش يا كمان. لا 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 لا، دي البت دي قليلة الاصل، هو كده اخرت خدمة الغز علقة. معلش انا هجيبها لك في الاسم وهنفخالك اما زبطتها لك. وانا ليه بركة لانتي يا حبيبة قلبي. طيب ماشي ماشي، اشوفك على خير. سلام يا روح. باي. شفت الولاية الناقصة كلمتك واشتكت لك زي ما قلت لك. دي محروقة منك قوي. والنعمة كنت ماشية معاها بما يرضي الله، انما هي الولاية نمرودة. يلا يكش تولع بقى ببناتها المعفنة. طيب سيبك بقى من شرور والكلام الفاضي ده، وخلينا في الاهم منها ومنك ومن انا شخصيا. انا هبعتك النهارده يا بت لواحد مهم قوي، عايزك تظبطيه، بس مش عايز اي فزلاكه ولا تشغلي خيالك خالص. اللي يقول عليه تعمليه بالحرف الواحد، مفهوم؟ ماشي، بس يكش يطلع بقى من بتوع الكرابيج، انا جدتي مش خالصه. لا ما تخافيش. قولوا والنبي يا بنت. ما خلاص بقولنا ما تخافيش يا سيرة. ماشي، فين بقى؟ مالكيش فيه، انا باخدك اوديك المكان، بس انت بظبطي نفسك. ها عايزك على سنجة 10، اعملي لي العصعوصة اللي تحت دي. دي؟ يا بنت ولا دي؟ لا ولا دي يا بنت. يا بنت اتشا يا بنت. بس بقى حسام بيه. بقول لك يا بنتي يا فل. قولي يا ابله. شايفه البنتين اللي قاعدين هناك دول؟ هم الصراحه قمرات، عاجبينك شكلهم يا بنتي؟ يجي منهم. وعرفتي ازاي؟ انا ليا نظره في البنت، ابص كده في وشها اعرف كل حاجه. حاكم البنات والستات بيبانوا من عينيهم، في واحده عينيها كلها حزن وكآبه، وفي واحده عينيها كلها دلع وشقاوه. عارفه يا بنت،
الرجاله ما يحبوش الست الكئيبه النكديه ولا الزنانه، يحبوا البت كده تبقى فرفوشه ونعنوشه ونغنوشه. اصل الرجاله دول عاملين زي العيال الصغيره. استاذه يا ابله، فين يا اخويا الكاتشب؟ كل مره اجي اقول لكم فين الكاتشب. استاذه يا معلمه والله. اسمعي يا فلة، روحي لغي البنتين دول وصاحبيهم واتكلمي معاهم وقولي لهم الهنم عايزه تتكلم معايا. ما تقلقيش عليا يا ابله، ده انا اللهلوبه بتاعتك، ده انا اللي بتعلم منك اصول الشغلانه وسر الصنعه سر التوخه. حكيم انت يا بنت ايه؟ بكاشه، اكتر واحده بتضحكني في البيت كله انت، واكتر حاجه بحبها فيكي انك بتسمعي كلامي كده غمضي. طبعا يا ابله، اصول الشغلانه اني اقول حاضر ونعم. صح يا بنت، كفاياكي رغي بقى وميكانيكا فاضيه، خدي بعضك يلا وقومي اتكلمي معاهم وحطي لهم السم في العسل. وهقلمه كمان يا ابله، عدي على ساعتك 3 دقايق يكونوا عندك ويكونوا تحت رجليك. يوه نسيت البس الساعه تصدقي. اسمعي يا بنت، فكرينا بقول لابو فراس وهو جاي يجيب لي ساعه الماز. عينيا الاثنين يا ابله. تسلم عينيكي يا اختي. بنت ايه يا ابله؟ شكلك يا بنت اتغير كده ليه؟ اسمعي انا هوديك للزباين اللي بيحبوا البنات اللي شكلها هندي. حكيم انت شكلك قلب هندي. هندي ولا فرنساوي؟ بحطت ايدك يا ابله. يلا يا بنت على وضعك اخلاص. عليا الله يجازي شطانهم، خلي الواحد يسخن. كاسم عليك. ميرسي. شكرا. على فكرة ده بارت 1. ده انت لسه بقى ما شفتش الجزء الثاني، تحفة. عندنا عشان لو تحب تتفرج عليه. أنا مش مصدق نفسي. أنا كمان ما صدقتش نفسي لما شفته. معقولة؟ معقولة ده معالي الباشا؟ صحيح، كيوبيد ده سافل ما بيرحمش حد. أنا آسف إن أنا جرحت مشاعرك بالمشاهد الفجة دي، بس هنعمل إيه بقى؟ معالي الباشا طلع راجل خلبوص. غير ما بيبان خالص في صوره في المجلات والجرايد، يعني الوقار والهيبة. هو صحيح أنا بشتغل مع معالي صابر باشا، لكن برضو إحنا مصريين زي بعض. قولي بقى أنت مين بتشتغل مع مين؟ اللهجة كده مش عجباني، كمان حاسس إن السؤال مش مظبوط قوي، ومع ذلك هجاوبك عليه. تقدر تعتبرني فاعل خير، رسول، في ناس وحشين بعتني ليك. والناس الوحشين دول بقى طلباتهم ايه؟ ايوه هو ده بقى السؤال الصح كده؟ طيب نخش بقى في الجدل.